حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. الكتاب الذي سنتحدث عنه اليوم هو واحد من أجمل الكتب ومن الكتب اللي يليق بها حقيقة أن تكون في المكتبات وفي مكتبة الشخصية لكل شخص، كتاب واستقرت بها النوى لمؤلفه الدكتور حمزة المزيني. من سيروي لنا قصة هذه الكتاب؟ هو الدكتور القدير علي بن سعد الموسى. الدكتور علي الموسى وقف في مكتبته العامرة وبين كتبه واختار أن ينتقي لنا هذه الجوهرة الأدبية الفكرية الثقافية النفيسة. خلونا نسمع وش قال. مساء الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في هلا بالعربج، هذا البرنامج الرائع الذي يقدم كل أسبوع ما أستطيع أن أشبهه بمجلة معرفية متكاملة يقدمها أخينا الفاضل الدكتور أحمد العرفج كمادة جادة ولكن بأسلوبه الفريد. اخترت لكم من بين الكتب هذا الأسبوع كتاب أخي وأستاذنا الدكتور حمزة بن قبلان المزيني، واستقرت بها النوى. ما هو هذا الكتاب؟ هو كتاب سيرة ذاتية تتميز عن كل أو معظم كتب السيرة الذاتية خصوصا الوطنية المحلية باختلاف جذري كبير جدا، كون أن روح الأنا والفوقية المفرطة لم تكن موجودة بالكتاب، وكأن الأخ الغالي الدكتور حمزة المزيني قد أعاد كتابة هذا الكتاب 10 مرات ليخرج لنا بهذا السفر الوثائقي المعرفي. يتميز هذا الكتاب أنه 3 كتب في قالب واحد، هو كتاب فكري، وهو كتاب سيرة ذاتية، وهو كتاب في المقام الأهم يعرض سيرة التحولات المجتمعية داخل إطار المجتمع السعودي. وبالتالي حمزة المزيني في هذا الكتاب لم يكن إلا بارامتر أو ترمومتر يشير إلى التحولات الجذرية في إطار بنية المجتمع السعودي خلال مسيرة الأخ الغالي حمزة المزيني، منذ طفولته في المدينة المنورة، انتقاله إلى الرياض، ذهابه إلى البعثة. يستعرض كل هذه التحولات داخل إطار فكري، يعني أستطيع أن أقول أنه يظهر العمق التنويري، العمق التقدمي في أفكار الدكتور حمزة المزيني وفي أفكار قلائل من أولئك الذين جايلوا وزاملوا الدكتور حمزة المزيني في تلك الفترة التي كانت صارخة بكل التيارات والأفكار داخل إطار المجتمع السعودي. وبالتالي أنا أعتقد أن كتاب الدكتور حمزة المزيني هو كتاب للسيرة الذاتية السعودية المتكاملة بشكل أو بآخر، التي تستطيع قراءة كل هذه التحولات كما أسلفت في إطار بنية المجتمع السعودي. أنا أنصح به لكل من أراد أن 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 يبني كتاب للسيرة الذاتية بقراءته قراءة فاحصة، من أراد أن يقرأ سيرة التحول في المجتمع السعودي أن يكون هذا الكتاب مرجعا أساسيا، لأنه بكل اختصار هو قصة مجتمع متكامل داخل إطار كتاب واحد من السيرة الذاتية. شكرا. أنا أشكر الدكتور علي سعد الموسى حقيقة 3 مرات. المرة الأولى، خلوني أقول 4، المرة الأولى على حضوره معنا في أهلا بالعرفج، المرة الثانية على كل ما احتوى هذا الفيديو من قراءة فاحصة وإن كانت انطباعية لهذا الكتاب أو سريعة، المرة الثالثة على تجاوبه الدائم مع دعوات يا هلا ويا هلا بالعرفج، هذا يضيف لنا كثيرا في البرنامج وفي القناة أيضا. المرة الرابعة وهذه شهادة حق وإنصاف، أن الدكتور علي الموسى من أكثر الضيوف الذين يعدون لمحتواهم بشكل واسع جدا حين نستضيفه في أي موضوع، وهو دائما يثرينا ويضيف لنا كثير في كل ظهور يظهر معنا. شكرا لك دكتور، والتعليق عندك يا دكتور. الله يسعدك. والله شوف أبو مازن، أنا ما أحب كلمة شهادتي في مجروح، هذا كلام واحد يتهرب من قول الحقيقة. أنا أقول لك شهادتي فيه ليست مجروحة بل أصيلة وصادقة. علي الموسى لا تملك إلا أن تحترمه، هذا أولا. ثانيا، رجل يقول ما يعتقد ويعتقد ما يقول، ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يقل للناس ما اعتقد. ثالثا، أنه رغم أنه ما شاء الله هو في مدينة بعيدة عن مدن الأضواء، ليس في جدة ولا في الرياض، لكنه أيضا هناك وجالب الإثارة وجالب ما شاء الله التنوير وجالب العراق والحراك الثقافي أيام الوطن، وما زال ما شاء الله على ما في أبهى من ثقافة وتراث وتاريخ وسياحة وإرث عظيم جدا. طبعا
ايضا على المستوى الشخصي لا تملك الا ان تحبه، رجل طفولي انا اعرفه ويمكن بيزعل مني، بس انا اذكر لما يستلم راتب زوجته تاخذه، لانه ال 25 اللي ممكن يشوفها اي واحد شحاذ يقول له اعطني اياها يعطيه اياها، انا اعرف هالكلام وهو بيزعل بس انا امن عليه، انه قصدي عقليه طفل بريء، يعني شاف واحد يشحذ ممكن يعطيه كل الراتب، فصارت زوجته تاخذ الراتب وتعطيه مصروف يومي، وهذا من ذهول العلماء، ترى كل العلماء لما تقرأ سيرهم تلقاهم اهتماماتهم فوق، ما يهتمون في الأمور البسيطة ذي، يتركونها لغيرهم. هذا موضوع ما يخص أبو مازن الدكتور علي الموسى. نجي عاد لصديقي وحبيب قلبي، والله أنا هذا أعتبره بمثابة والد لي، صحيح أنا علاقتي فيه يعني يمكن ما أشوفه كثير بحكم أنه كان في الرياض وأنا وفارق السن، لكن الكتاب ذا أنا قرأته بمتعة، ما قرأته كواجب. ثانيا قرأته في 7 ساعات. شوف مزايا السيرة الذاتية سواء كتاب الدكتور مزيني أو غازي أو أي واحد، هذا تجربة 70 سنة قرأته في 7 ساعات. شوف كرم القراءة يوم تقول القراءة، كل 10 سنين أنا اختصرتها في ساعة. طبعا هذا ما يتكلم عن حمزة المزيني، هذا يتكلم عن سيرة وطن، هذا يتكلم لك عن المدينة، الأتراك، جامعة الملك سعود، كيف كانت جامعة الرياض، بعدين رجعت جامعة الملك سعود، بعدين الابتعاث وقضايا الابتعاث، بعدين ختموا في قضايا المشاكل اللي دخل فيها والمناكفات، الأهلة، الحوار الوطني، التصادم مع المتشددين، تحويل المدرسين إلى دعاة، إلى آخره، موضوع كبير. لكن أنا اللي عجبني فيه أشياء كثيرة، الإنسانية العالية. أهدى الكتاب لأمه اللي ما لأبوه اللي ما شافه، وأمه وأخوانه الأحياء والأموات وخواته، ذكرهم بالاسم وذكر خاله غيث الحجيلي. عجبني أنه مركز على خاله أنه هو اللي رباه. بيني وبين الدكتور حمزة ليش أنا طبعا تعاطفت وانفعلت مع السيرة بزيادة، لأنه في 10 أوجه بيني وبين الدكتور حمزة أنا أذكرها لك بشكل سريع، وكان يتكلم عن سيرة 10 أوجه تشابه. نعم، أول شيء الميلاد، هو مجهول التاريخ وأنا مجهول التاريخ رغم أنه هو أكبر مني علما وقدرا وسنا. 2، التابعية، هو عانى في الحصول على التابعية وأنا اللي هو حفظت النفوس كانت تسمى تابعية بحكم أنه هو ما عنده تابعية الأب وأنا ما عندي تابعية الأبوي. أيضا التعثر في الدراسة في بريطانيا، هو تعثر وأنا تعثرت. 4، طفولتنا في المدينة فأحياء ليست بعيدة عن بعض، هو في الضفة الغربية وأنا في الضفة الشرقية من الحارة اللي يتكلم عنها. 5، إن كلانا ربته أمه رحمها الله. عندنا حب اللغة العربية، هو يحبها وأنا أحبها، أمي تزوجت أكثر من مرة وأمه تزوجت أكثر من مرة. أيضا عنده كثرة الأخوات وأنا عندي كثرة الأخوات، هو أول سيارة شراها مازدا وأنا أول سيارة شريتها مازدا. أخيرا طال عمرك هذه وش لون أقراها، ماني شايف خطي. النظارة عندك؟ النظارة لازم ألبسها. أيوة طيب. وترانا هذا الأسبوع ناقشنا مع الدكتور عبد الملك القحطاني قطرة بديلة لنظارة القراءة. والله نعم إن شاء الله، طبعا إذا تم هذا الفتح الطبي. طيب السيرة باختصار، أي سيرة لا يمكن تخص. لا نبغى الوجه العاشر. وجه العاشر والله مستحيل، بعدين أقول. المهم طال عمرك بالنسبة للموضوعات، هي السيرة تبدأ من قبل ولادته لين أخذ الدكتوراه. أنا أعتبر السيرة هنا انتهت، وقلت له يا دكتور ترى أنت بعد ما انتهت دراستك المفترض ما كملت، وحط فيها ملف الحوار الوطني، مناوشاته مع المتيرة متشدد، قضية الأهلة، الأحكام اللي صدرت عليه، طبعا صدر عليه حكم شرعي بسبة مناكفات صحفية وبسبة آراء، والحكم هذا تطور لين تدخل الديوان بإلغاء الحكم وتحويله إلى وزارة الإعلام بصفتها هي الجهة المسؤولة عن الخلافات الإعلامية وليست المحاكم. قصص كثيرة هنا ممكن تقال. ليش ما ودك هذه دخلت؟ لا لأنه هذه أنا قلت له حطها، معناها جزء من سيرته. إيه بقى هذه حطها سيرة مستقلة، حنا الحين في السيرة التعليمية اللي مشت بعد كذا، المناكفات، الحوار الوطني، المدري، هذه ممكن تكون، يعني أنا قلت له اكتب تجربتي في الصحافة لأنها تستاهل تكون هنا. اختصرها علينا وحرق بعضها، لو خلاها تجربتي في الكتابة الصحفية يا سلام. أيضا قبل لا أنسى، أنا أعتبر الدكتور حمزة المزيني من القوى الناعمة للسعودية، الرجل مترجم إلى الآن 30 كتاب، 30 كتاب تترجمها، صديق شخصي لنعوم تشومسكي هذا الأديب العالمي، يرد عليه بينه وبينه تواصل بالواتساب. أيضا كتب هل بعض اللغات أفضل من بعض، رد على أن اللغة العربية ليست أفضل اللغات كما نزعم، لا كل لغة لها جوانب قوة وجوانب ضعف إلى آخره. موضوع طويل ما حق أطول فيه، لكن خليني أقول لك كيف أبوه تزوج أمه، وهذه قضية مهمة لأنه هنا فضح ما يسمى العثمانيين. قال أنه أبوي وأمي كانوا ساكنين في منطقة اسمها وادي الحسن اللي هو وادي العقيق اللي شهرته أغنية على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون.
يقول فلما جاء التيار التركي بقيادة فخري باشا يقول هرب الشريف وراح لمنطقة الفريش. يقول حنا خايفين من سطوة الفخري باشا القائد العثماني فهرب أبوي وراح التجأ لمنطقة اسمها سدارة وحازرة، هذه منطقة ناس يسمى قبيلة فاضلة اسمها الحجيلي اللي أعتقد منهم محمد جبر الحربي منهم أسرة كريمة. فانتقلوا إلى هناك خوفا من فخري باشا، خوفا من فخري باشا. هنا حصل المعرفة بين المزيني وبين الحجيلي اللي هو أبو حمزة. بعد ما استقر كما يقول واستتب الأمن لابن سعود كما هو نصه، الناس فرحت قالوا جحكم من سعود استقرت الأمور. رجع المزيني أبوه العم قبلان الله يرحمه سكن في وادي الحسا اللي هو جنب وادي العقيق جنب خطط الهجرة لأهل المدينة يعرفون المنطقة دي. فجاء الحجيلي زي ما استضفتك أنا في قريتي سدارة وحزرة أنت الآن تستضيف، اشتغل فلاح. فكان عنده بنت اسمها راحمة الحجيلي، يقول أبوي حبها وتزوجها فجابوا هذا الطفل. طبعا استمر حمزة المزيني يكافح من أجل المعرفة وا 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 حتى تخرج أخذ الماجستير من أمريكا وخطب بنت اسمها هالة القرافة الله يطول عمرها، وجابت له طبعا شو اسمه جابت له مشاعر والبنت سماه، حتى المستشرق اليهودي اللي درسه أثنى على الاسم لما قال له وش سميته قال له مشاعر أثنى عليها، وفارس ومجموعة أبنائه ما شاء الله وكلهم الآن متعلمين أعلى تعليم. من الأشياء الغريبة اللي ذكرها عشان أختم بالموضوع قصة الدجاج، يقول أمي الله يرحمها بعد ما مات أبوي، طبعا هو ما شاف أبوه، يقول كانت تبيع الدجاج والبيض لكن عمرها ما ذبحت لنا ولا طبخت لنا بيض. طبعا يقول القارئ يعتقد أنه أمي بخيلة، لا الحقيقة يقول حنا الحروب لا يمكن ناكل دجاج أو بيض، نترفع بذاتنا زي ما قال هو بذاتنا الحربية أنا أن نأكل. لا حتى بعض المناطق زي القصيم يسمونه بنات المذن، أما الديك اللي أذن يطلع منه دجاج يسمونه بنات هذه كان في حقبة معينة ما يأكلونها، اي ما يأكلون الحين كل شيء يأكل ما شاء الله، بس ذيك الأيام يقولون عيب تعرف الناس التقاليد وكذا. لكن أنا أقول للدكتور حمزة شكرا، كتابك هذا يصلح يكون فيلم، شكرا لأنك قوة ناعمة من قوة السعودية، شكرا لأنك تترجم لنا الأشياء الجميلة، وإن شاء الله يوم تستضيفه هنا وتشوف شخص فيه بساطة البدوي وعبقرية السعودي وورع العالم. ما يحتاج معروف الدكتور أيوة. حمزة يعني رمز ثقافي كبير، وتحياتنا للدكتور حمزة المزيني وبنروح